السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 4.5 سنوات من قرب 5 سنوات لتحقيق أهدافنا المرجوة. الحلقة هذه تختص بالأدوات التي نوصى استخدامها، وهذه الأدوات شخصيا أستخدمها مع جميع أفراد الأسرة. وبعد قليل سترون ما هي الأدوات التي نستخدمها لتأكد من الالتزام الشامل الكامل للبرنامج الصحي والعلاج لطريقة تناول المساخن والأساليب الصحية والعلاجية الأخرى. أي برنامج تناول المساخن هو واحد، هو الأساس الرئيسي، وكذلك هناك أساليب صحية وعلاجية أخرى متعددة. على سبيل المثال العلاج بكمادات الماء الساخن، العلاج بالهواء الحرارية، والعلاج ببخار الماء الساخن، والعلاج العيون بالماء الساخن، أي أقل سخونة عن الدرجة المحددة للشرب. عموما بعد قليل سترون ما هي الأدوات التي نستخدمها، لأن عندما تكون تتوفر لديك الأدوات اللازمة، الأكواب وكذلك الدلة الحافظة وكذلك السخانة الماء الساخن، هناك سخانات مختلفة متعددة مثل البرادة من جانب واحد مع بارد وجانب آخر ساخن وإلى آخره. نحن طبعا هنا نستخدم الدرام أو الشكل برميل صغير بها محرار للمياه الساخنة، أي ممكن تثبت على درجة حرارة الماء الساخن. سترون الآن ما هي الأدوات التي نستخدمها للماء الساخن للخروج في وقت في المكتب وكذلك في السيارة في التجوال وفي المنزل، الأكواب التي نستخدمها للماء الساخن. خليكم معنا. هذه الأكواب التي نستخدمها للماء الساخن، طبعا ننصح تكون أكواب الفولاذية، يعني من داخل تكون مصنوعة من مضاد للصدى، أي وكذلك ما تتأثر من حرارة الماء، وتكون أكواب مخصصة ممكن تحافظ على الماء سخونة الماء لأكثر من 4 ساعات إلى 6 ساعات. طبعا نحن ننصح تناول كأس ماء ساخن كل 2 إلى 3 ساعات، ما لا يتعدى عن 3 ساعات بمقياس نص لتر، وهذا يعتبر قياس معتدل وهو نص لتر. وطبعا هذا نستخدم للعيون لغسل العينين، بالنسبة لغسيل العين بالماء الساخن بدرجة حرارة تقريبا 20 إلى 25 درجة مئوية، يعني يكون أعلى نسبيا عن الحار يعني، ولكن ما يكون ساخن كثير. وهذه هي الأكواب. طبعا بعض الأكواب نستخدمها بشكل يومي مع جميع أفراد الأسرة. وبالخلفية طبعا هذه من فترة كنا نستخدمها، وبالتالي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بعض منها مكسور الغطاء وكذا، لكن البعض نحتفظ بها كذكريات. لذلك أهم شيء توفر الأدوات هو عنصر مهم جدا، هذا للتجوال في الخروج يعني في السيارة وفي المكتب وفي التجوال بشكل عام. أما طبعا كثيرا ما تكون تخرج خارج المنزل يفضل يكون لديك أيضا يعني مزيد من المياه الساخنة، يعني بالنسبة للكوب قد ربما لا يكفيك لمدة يوم، طبعا ما يكفيك لمدة يوم، انت تحتاج بشكل يومي ما لا يقل عن 3 لترات بالنسبة للكبار، وبذلك يعني بما يعادل 6 أكواب ماء ساخن. لذلك
أكثر أوقات نقضيها أوقات بالخارج، خارج المنزل، وبذلك نحتاج إلى دلة. هذه نوعية الدلة التي نستخدمها للماء الساخن للحفاظ على الماء الساخن. هذا مناسب جدا، تقريبا 6 ساعات إلى 10 ساعات تحافظ على حرارة الماء الساخن، وهذا الشنطة مناسبة. لا شرط يكون شنطة من شركة معينة، أي شنطة مناسبة للوضع فيها الدلة، أو ممكن حتى أي نوعية الدلة التي تناسبك. هذا طبعا هذا يعتبر استخدامه الشخصي، يعني معدل لتر ونص، سهل ويسهل يعني التناول به وأضع في السيارة وإلى آخره. هذا هو الدرام. الدرام الذي نستخدمه اللي هو مثل الدرامو بمعنى برميل، البرميل الخاص لسخانة المياه. هذه النوعية نحن نفضلها طبعا بالنسبة للبيوت اللي فيها صغار، يعني انتبهوا هنا، لأن بالنسبة للصغار خطر جدا، لأن الحنفية طبعا من السهل جدا تحكم فيها، لكن بالنسبة للطفل يعني خطر كثير. لذلك ننصح يعني هذا فقط يستخدم المكان ما في أطفال، أو يوضع في مكان بعيد عن يعني وصول الطفل. بس نحن نفضل هذا النوعية لأن ممكن تحكم على درجة حرارة الماء الساخن. على سبيل المثال هذا بالفرنهايت 180 176 أو 180 درجة فرنهايت تقريبا، اللي هو 80 درجة مئوية. طبعا عند شرب الماء الساخن 80 درجة مئوية يكون كثير جدا، لذلك يعني نحن نضع على هذا 80 درجة مئوية، لكن لما نريد وقت شرب الماء الساخن أحيانا نخلط مع الماء البارد أو الفاتر. وأحيانا طبعا أحيانا مثلا تكون جالس في البيت وبالتالي تضع في كأس كامل، تأخذ وقت يعني في تناوله، وبالتالي أحيانا تنتظر دقائق لذلك الماء بسرعة يتبخر. فهذا ماء ساخن كما ترون أمامكم، هذا هو الماء الذي نستخدمه في المنزل. أما بالنسبة للكؤوس، نحن نفضل في المنزل استخدام الكؤوس أكثر من الأكواب. لماذا؟ لأن الكأس مثل هذه نوعية الكأس كثير مفيدة جدا، ويعني هناك في ارتباط بين الإنسان والماء. الإنسان لما يشرب الماء بشكل عام على كأس مكشوف شفاف يفضل فيه نوع من التحمس، فيه نوع من الرغبة أكثر من يكون تناول الماء الساخن في الكوب. في الكوب هو فقط للتجوال كما أسلفت، أما في المنزل نفضل يكون هذا نوعيته. الأكواب هذه طبعا تتحمل حرارة الماء الساخن، ما تنكسر بسهولة. هذا هو الذي أردنا توضيح لكيفية يعني ضرورة توفر الأدوات اللازمة للتأكد من الاستمرار المواظب على جميع الضوابط اللازمة اللي هي مختصة بالماء الساخن، أي العناصر الأساسية للماء الساخن: الإيمان بفوائد التطبيق والاستمرار، المواظبة، فهم الزيادة بقدر المستطاع. هذه عناصر مهمة جدا جدا، لأن يوميا تشغلنا حياة، مشاغل حياة كثيرة، وقد أحيانا ربما نجد أنفسنا يمكن ما نكمل الكمية، الحد الأدنى الكمية المطلوبة محددة يوميا. بالنسبة للكبار كما حددنا مرارا لا يقل عن 3 لترات، أو بمعدل كوب كبير مثل هذا نص لتر، 6 أكواب يوميا. وهذا ما أردنا توضيح. نسأل الله تعالى توفيق الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.